الآن نبقى وإياكم مع القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي وما يتيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم استمعتم إخوة الإيمان إلى القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي الذي تلا علينا من سورة النساء.
يا من عليه مدى الأيام معتمد، إليك وجهت وجهي لا إلى أحد. يا عليه مدى الأيام معتمد، إليك وجهت وجهي لا إلى أحد. أنت المجيب، أنت المجيب، أنت المجيب لمن يدعوك يا أمل. يا عدتي يا شفاء الروح يا سندي، أنت المجيب لمن يدعوك يا الصلاة.
وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ محمد صديق المنشاوي.